السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الثانية من مادة الصناديق والمحافظ الاستثمارية. المحاضرة الثانية حتكون بعنوان تكوين وإدارة المحفظة الاستثمارية. تتسم عملية تكوين وإدارة المحفظة بالبساطة من ناحية كونها قرارا مثل باقي القرارات، يتخذ من خلاله المراحل المتتابعة من تخطيط يليه تنفيذ ثم متابعة ثم تقييم. ومن ناحية أخرى فهي تتسم بأنها عملية صعبة ومعقدة عند ممارستها في الواقع العملي لظهور متغيرات يصعب التحكم فيها. وقد ينظر البعض إلى عملية تكوين إدارة المحفظة على أنها أحد أشكال التخطيط المالي التي يتم من خلالها صياغة الأهداف المالية ثم تطوير استراتيجيات بديلة لبلوغ تلك الأهداف ثم اختيار الاستراتيجية الأكثر ملائمة وتطبيقها. وأن تكوين إدارة المحفظة هي مجموعة من الوظائف التي يجب على إدارة الاستثمار القيام بها المتمثلة في المراحل التالية. قبل ما نخش في المراحل، شو معناه الكلام هذا؟ تكوين المحفظة في بادئ الأمر يظهر لك إن أمر بسيط، هو عبارة عن شنو؟ اتخاذ قرارات، شنو هي؟ ما تشريش هي، بيع هي، ما تبيع هي، نكون المحفظة من كذا، نكون أصول حقيقية، أصول أدوات مالية، أسهم وسندات أو حقيقية، عقارات، ذهب وفضة وما إلى ذلك، أو مشروع من أو مشروع إنتاج أو مصنع. فلهذا شنو في بادئ الأمر يطلع لك إن شنو؟ أمر بسيط، هي عبارة عن قرارات شراء وبيع تكون بها محفظة وتبدأ في اتخاذ القرارات وتتابعها وتنفيذها وتجني من أرواح الأرباح. لكن في الواقع العملي يظهر أن شني أمر صعب جدا، هو أمر صعب يحتاج إلى كثير من الدراسة، يحتاج إلى كثير من التخطيط لاختيار المتغيرات أو دراسة المتغيرات التي ممكن أن احنا تحدث أثناء اختيار المحفظة أو تحدث أثناء العمل في هذه المحفظة من تغير في السوق، ارتفاع الأسعار، تقليل الأسعار، انخفاض الأسهم، ارتفاع الأسهم وما إلى ذلك. فلهذا هنا الصعوبة وين؟ في تشكيل المحفظة الاستثمارية وكيف نطورها بعد وقت وكيف نختار الاستراتيجية اللي حنمشي بها في تطوير هذه المحفظة. لكن مع هذا كله نشوفوا تكوين هذه المحفظة ونتعرفوا بالتفصيل كيف تتكون هذه المحفظة والمراحل التي تمر بها. نجو أول حاجة المرحلة الأولى اللي هو شنو؟ تخطيط المحفظة. يتم في هذه المرحلة تحديد الأهداف الواجب تحقيقها وصياغة سياسة الاستثمار المتبعة بالمحفظة، تتمثل بالمخرجات الرئيسية لها في تحديد المزيج المعياري للأصول بما يشمله من معدل العائد المطلوب تحقيقه. شو معناها الكلام هذا؟ معناها أننا لما نجي نصيغ هذه المحفظة ونصيغ السياسة نتاعها، هل هي سياسة محافظة؟ هل هي سياسة مثلا سياستها في الاستثمار تتحمل مخاطر أكثر وتسعى لتحقيق عائد أكبر، تحمل مخاطر أكبر، أو هي تتحمل مخاطر أقل وعائد معين أو عائد متوازن مطلوب اللي مطلوب تحقيقه. فلهذا شنو أنا أول حاجة بنديرها إننا بنحط سياسات لهذه المحفظة ومعايير لهذه المحفظة. على ضوء هذه السياسات على ضوء هذه المعايير حيتم اختيار مكونات هذه المحفظة سواء كانت من أصول أو أوراق مالية. ونجي مقدار المخاطر المسموح بها، حتى هو لازم نحدد مقدار المخاطر اللي يسمح بها هذه المحفظة. وعلى ضوء البيانات هذه حيتم شني طبعا جذب المدخرين وجذب المستثمرين ومزيج وحجم الأموال المخصصة للاستثمار في الأوراق المالية. معناها إني قداش بنحط من أموال في هذه المحفظة لأننا حنستثمرها في الأوراق المالية، وذلك وفقا لسياسة الاستثمار. وضع معايير كمية وصفية التي ترشد مدير الاستثمار في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة التي تساعد في تحقيق أفضل عائد زي ما قلنا وأقل المخاطر. المرحلة الثانية تحليل الاستثمارات. يتم في هذه الخطوة
تحليل الاستثمارات المتاحة من الأوراق المالية. ويوجد نوعان من التحليل المتعلق بسوق الأوراق المالية. النوع الأول وهو التحليل الأساسي، وهو تحليل الظروف الاقتصاد الكلي، ومن ثم تحليل الظروف القطاع التي تنتمي إليه الشركة، ومن ثم تحليل الظروف الشركة نفسها، وذلك بهدف التنبؤ بالأرباح المستقبلية ودرجة المخاطرة المحيطة ومعدل العائد المطلوب، وذلك من أجل تحديد القيمة الحقيقية للأوراق المالية للشركة، وبالتالي رصد فرص استثمارية متاحة. شو معناه الكلام هذا؟ معناه الكلام هذا لما أنا نجي بنكون المحفظة وبنشتري أوراق مالية من هذا السوق، أول حاجة أنا نبي نحلل شنو الظروف الاقتصادية المحيطة بالبلد اللي أنا فيها أو بالعالم، زي ما نقولوا مثلا احنا العالم حاليا مثلا جائحة كورونا والاقتصاد ضاربة كساد وما إلى ذلك. ونجي نحلل أول حاجة شنو الظروف القطاع التي تنتمي إليها، كانت قطاع مثلا صناعية زراعية استثمارية عقارية، هذا ظروف القطاع هذا شنو جو القطاع هذا، نشط يصيب الخمول يحقق في أرباح في نمو وما إلى ذلك. من ثم تحليل ظروف الشركة نفسها، هذه ظروف الشركة هل هي عندها، هل الشركة هذه بصحة جيدة مثلا وتحقق في أرباح ومعدل النمو بتاعها ممتاز وقادر على سداد التزاماتها وما عندهاش عسر مالي ومش معرضة للإفلاس، هذه حاجة. وذلك شنو بهدف التنبؤ بالأرباح المستقبلية، زي ما قلنا درجة المخاطر محيطة، درجة المخاطرة هل هي درجة المخاطرة متاعها عالية، هل هي درجة المخاطرة متاعها منخفضة، وذلك يرجع شنو لظروف القطاع اللي تنتمي إليه ومعدل العائد المطلوب اللي أنت تبيه، وذلك من أجل تحديد القيمة الحقيقية للأوراق المالية للشركة، وبالتالي رصد فرص استثمارية متاحة. أما النوع الثاني من التحليل وهو التحليل الفني، وهو فن استخدام بعض الرسومات البيانية والمؤشرات التي يمكن استخدامها لمعرفة وقت اتخاذ قرار الشراء أو البيع. طبعا بالتالي نزيد نتعرف على أكثر الرسومات البيانية، أي بناء على حالة السوق أو نقاط التحول، وذلك باتخاذ قرار شراء عندما يكون السوق في نقطة تحول من هبوط إلى صعود، واتخاذ قرار بيع عندما نقطة التحول من شني من صعود إلى هبوط أو من هبوط إلى صعود. في هنا عندما يكون السوق في حالة هبوط إلى صعود يكون في قرارات شراء، عندما يكون في حالة صعود إلى هبوط يكون في قرارات بيع، في للعكس كل واحد كيف ينظر لهذه الورقة، هل يحتفظ بها لأنها هل ما يحتفظش بها، هل في حالة بيعها يمكن إن هو يفقدها وما فيش فرص تانية لشرائها، في فرص تانية لطرح اكتتاب آخر لهذه الأسهم وما إلى ذلك من هذه التحليلات الفنية التي يقوم بها ملي مدراء مدير هذه المحفظة الاستثمارية، وذلك من أجل تحديد التوقيت المناسب قلنا لاتخاذ قرارات الاستثمارية، وبالتالي رصد فرص استثمارية متاحة. هذا بالنسبة للنوع الثاني من التحليل، هو التحليل الفني، قلنا التحليل الأساسي ينظر إلى وضع الشركة، التحليل الفني ينظر إلى وضع الأسهم في أسواق الأوراق المالية. المرحلة الثالثة اللي هي شنو هي تكوين محفظة الأوراق المالية. هنا توا نبدأ في الشيء الملموس، كيف نكون هذه المحفظة. يتم في هذه المرحلة تكوين المحفظة فعلية وتحديد المزيج الاستثماري من الأوراق المالية التي تتضمنها المحفظة على ضوء نتائج وتحليل المعلومات التي تم القيام بها في المرحلة السابقة، على ضوء المرحلة الأولى هي التحليل الأساسي، والمرحلة التالية اللي هي التحليل الفني، حيتم في المرحلة الثالثة اختيار المزيج. شو معناه المزيج؟ معناه أنواع مختلفة من الأوراق المالية اللي بيتكون بها هذه المحفظة، اللي في الأكيد حتتسم بالتنوع لتقليل المخاطر. معناها هنا على ضوء هذه التحليلات التي قمنا بها في المرحلة السابقة حنكون هذه المحفظة وفقا شني للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالي، طبعا بجانب أهمية القيام بعملية تخصيص الأصول وتحديد نسبة الأموال المستثمرة في كل نوع من الأصول في سبيل التوصل إلى الأوزان النسبية المثلى التي تحدد أفضل تشكيلة من الأصول على حسب نوعية المحفظة، هل هي محفظة دخل أم محفظة نمو أم محفظة مختلطة. وكنتوا نعرفوا
سمعناها محفظة الداخل، وسمعناها محفظة النمو، وسمعناها محفظة مختلطة. خلينا تو في المراحل بالضبط عشان ما يختلطش علينا الأمر. ويتم ذلك وفقا لتقريرات العائد والمخاطر والتغير من نوع الأصول، من الأخذ في الحسبان، المتابعة المستمرة لمكونات المحفظة وفقا شني للمتغيرات التي تحدث لها في سوق المال، وتحديد البعد الزمني للاحتفاظ بكل ورقة مالية لاتخاذ قرارات الشراء والبيع المناسبة في الوقت المناسب. فلهذا أنت اعتمادا على المرحلة الأولى والمرحلة الثانية حتقوم أنت شني باتخاذ القرارات الشراء والتنوع في هذه المحفظة، وتقوم أيضا بشراء وتحديد نسبة من الأموال لشراء أصول لتتسم المحفظة متاعك بالتوازن والقدرة على مواجهة الأزمات والالتزامات. حيث في هذه المرحلة يتم تحديد المدخل المتبع في التحليل وتكوين المحفظة. طبعا هل هو المدخل متحفظ، معناها ليس مغامر وما يقومش بشراء أي أسهم إلا بعد التحليل وتحليل المستفيض، وإذا كان فيها نسبة عالية من المخاطرة يبتعد عليها، أو أسعار الأوراق المالية هي أسعار العادلة لها التي تعكس كافة المعلومات المتاحة عنها. معناها هو بينظر إلى كفاءة السوق والأسعار الأوراق المالية، إن هذا يكون سوق شفاف والمعلومات متاعه متاحة، أو أنها لا توجد أوراق مالية غير مسعرة تسعيرا عادلا. في هذه الحالة يكون السوق مبهم شوية، وأنه لا توجد فرص لتحقيق عوائد غير عادية من ثم يتم تكوين المحفظة وعدم إجراء تغيرات فيها لمدة طويلة، أي تطبيق استراتيجية الشراء والاحتفاظ زي ما قلنا. إذا كان السوق يفترض كفاءة السوق وأن سعر الأوراق المالية مثلا معلومات غير متاحة وتوجد أوراق مالية غير مسعرة وما إلى ذلك من هذه الأسواق، فإن شنو تقوم المحفظة صعب إن هي تشري وتبيع، لكن تقوم بشراء مرة واحدة بعد دراسة مستفيضة والاحتفاظ بهذه الأوراق المالية لمدة طويلة وجني الأرباح منها، أو جني الأرباح من عند توزيع الأرباح من في الشركات، وبذلك تسمى أو محفظة متحفظة. أما في هذه الحالة وهو المدخل الفعال الذي يفترض انخفاض شني كفاءة السوق، وأن هناك معلومات لم تظهر أثارها بعد على أسعار الأوراق المالية، مما يعني إمكانية شني تحقيق عوائد غير عادية وانعكاس ذلك على تغير مستمر في مكونات المحفظة للاستفادة من انخفاض مستوى كفاءة السوق. ذلك المحفظة يضطر عليها أو تتعرض لكثير من التغييرات بالنسبة لشراء وبيع الأسهم لانحفاظ لتحقيق قلنا أرباح غير عادية والاستفادة شنو من انخفاض مستوى كفاءة السوق. ويجب مراعاة مبدأ التنويع من الناحية القانونية والاقتصادية والجغرافية زي ما قلنا عند تكوين المحفظة وتقليل المخاطر عند الحد الأدنى. ذلك شنو معناها التنويع؟ معناها إنني ما نشريش الأسهم بتاعي مثلا من شركة واحدة، أنا آخذ من شركة مثلا هذه 100 سهم، 1000 سهم، الشركة اللي بعد 2000 سهم، 3000 سهم، وهكذا نوزع الأسهم بتاعي على هذه الشركات في حالة حدوث إفلاس لهذه الشركات أو سقوط في السوق، لا أو سقوطها من السوق أو تعرضها لأزمة. لهذا شنو ما يتم ما تسقطش مع المحفظة بتاعي وما تحدثش عندي أزمة، لأن عندي تنوع زي ما قلنا حاجة تغطي حاجة. فلهذا هذه هي ميزة التنويع. نجي نعرف التنويع القانوني شنو هو المقصود به، شنو عدم الاكتفاء بشكل واحد من الأوراق المالية زي ما قلنا كالأسهم مثلا أو السندات فقط، بل جمع بينهما ويتم تشكيل محفظة من أوراق مالية ذات دخل متغير كالأسهم مثلا والأوراق المالية ذات دخل ثابت كالسندات. في ذلك تقليلا للمخاطرة، في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أقل عرضا أقل طبعا تعرضا للمخاطر إذا كان عائدها أقل، أما الأسهم أكثر مخاطرة في المقابل عائدها شنيه مرتفع. وتنويع القطاع، المقصود بتنويع القطاع هو تنويع مكونات المحفظة بين مختلف
القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ذلك الشيء حتبقى تقليل المخاطر، مثلا نشتري أسهم في القطاع الزراعي، نشتري أسهم في القطاع الصناعي، نشتري أسهم في القطاع التجاري، وذلك شيء لتقليل المخاطر الناتجة عن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يختلف تأثيرها من قطاع إلى آخر. نجول التنوع الجغرافي، المقصود بالتنويع الجغرافي هو عدم الاقتصار على ضم أوراق مالية منطقة جغرافية واحدة داخل الدولة، لا سيما نحن في عصر العولمة بعد أن أصبحت البورصة العالمية فروع البورصة واحدة لارتباطها ببعضها وتداول الأوراق المالية الدولية بها. والتنويع الجغرافي لها فائدتان، أولها تخفيف آثار المخاطر العامة الناتجة عن الأزمات الاقتصادية والسياسية، ويتم حيث يمكن توجيه الاستثمارات إلى دول أخرى مستقرة اقتصاديا وسياسيا، وثانيا الاستفادة من العوائد الكبيرة في البورصات العالمية. نجو توا حاليا للمرحلة الرابعة اللي هي شيء تقييم ومتابعة المحفظة. بعد ما شريت، بعد ما حللت أساسي وحللت فني وعلى ضوء هذه التحليلات الزوز، المرحلة الثالثة اللي هي شنو كونت المحفظة وشريت ورعيت مبدأ التنوع ورعيت مبدأ كفاءة السوق ورعيت مبدأ تسعير الأوراق المالية وأسعار الأوراق المالية وأسعارها الحقيقية في السوق. نجو للمرحلة الرابعة اللي هي شنو تقييم ما تم شراؤه ومتابعة ما تم شراؤه من أسهم وسندات في تكوين هذه المحفظة وأصول. يتم في هذه المرحلة شنو تقييم ومتابعة المستمرة في سبيل تقييم أداء المحفظة وقدراتها على تحقيق الأهداف السابقة وصياغتها في المرحلة الأولى، زي ما قلنا القيام باتخاذ قرارات التعديل الملائمة من حيث عمليات الإحلال لبعض الأوراق المالية لبيعها وشراء أخرى أكثر ملائمة للأهداف الاستثمارية المطلوبة. يجب أن يكون تقييم ومتابعة المحفظة دوري ومستمر لما يتم تحديده في مرحلة التخطيط السابق لإشارة إليها، وذلك حتى تستمر المحفظة متفقة مع الأهداف التي تكون من أجل تحقيقها. فلهذا شو يصير؟ في أثناء تقييمه وأثناء متابعتي، إذا وجدت أن مثلا الأسهم والسندات هذه لا تلبي سياسة المحفظة، يعني مثلا تدعو إلى مستوى معين من المخاطر، مستوى معين من العائد، فلهذا يتم شني بيع هذه الأسهم واستبدالها بأسهم أخرى تلبي أو تتماشى مع سياسات المحفظة الاستثمارية. فلهذا التقييم والمتابعة يتم بشكل دوري ومستمر. ويتطلب تقييم المحفظة الاستثمارية تسجيلا محاسبيا لكل العمليات التي يتم بها مدير المحفظة، ولعل ما يميز ضم محاسب المحفظة الاستثمارية وهو خاصية شنو التدفقات المالية التي يجب تسجيلها والتي تتنوع كالآتي: أول حاجة شراء وبيع الأوراق المالية المحفظة، أتعاب الإدارة والمصروفات المحفظة، احتساب القيمة الاستردادية للوثائق والقيمة التي يعاد طرحها بها. فبعد قيام القسم الفني بإتمام كل عملية بيع أو شراء أو الأوراق المالية الاستثمارية، يرسل منفذ العملية صورة من العملية إلى قسم المحاسبة ليتم قيد الاستثمارات الفعلية طبقا شنو للقيمة السوقية لهذا السهم أو السند. ثم يتم احتساب نصيب الفترة من أتعاب إدارة المصروفات الأخرى إن وجدت المصروفات يتم احتسابها للوصول إلى قيمة صافي الأصول الصندوق، ثم يتم قسمتها على عدد الوثائق قائمة لتحديد القيمة الاستردادية للوثيقة الاستثمار الواحدة في آخر يوم عمل في الأسبوع. ويتم تقييم المحفظة طبقا للإرشادات هيئة سوق الأوراق المالية، وذلك على الأقل مرة واحدة أسبوعيا. فلهذا شنو قلنا، يقوم القسم الفني بإتمام العملية البيع والشراء للمحفظة الاستثمارية وفقا قلنا للمراحل التي تم ذكرها. يقوم قسم المحاسبة بتقييد هذه عمليات البيع والشراء وفقا للقيمة السوقية لهذه الأوراق المالية، واحتساب المصروفات الإدارة أو المصروفات الأخرى إن وجدت، وبعد ذلك يقوم قسمتها على شنو على عدد الوثائق القائمة في هذه المحفظة لتحديد القيمة الاستردادية للوثيقة الاستثمار الواحدة في آخر يوم عمل
في الأسبوع، معناها كل نهاية آخر يوم عمل الأسبوع يقوم المحاسب المحفظة بإتمام هذه العملية، ويتم تقييم المحفظة طبقا للإرشادات لهيئة سوق الأوراق المالية، وذلك على أقل مرة واحدة أسبوعيا للحفاظ على تقييم ومتابعة هذه المحفظة يعني بشكل دوري، فلهذا تتم كل نهاية أسبوع. خامسا، الاعتبارات اختيار المحفظة. عندما يرغب أي مدخر في الاستثمار أمواله في المحفظة المالية فإنه يواجه مشكلة صعبة تتمثل في اختيار الصندوق المناسب الذي سيقوم بوضع أمواله فيه، ولهذا فقبل أن يقرر أي المحافظ أفضل لابد أن يسأل نفسه مجموعة من الأسئلة. طبعا أنت كمستثمر عندك مجموعة من الأموال تريد أن تستثمرها في أي محفظة أو في محفظة استثمارية، فأنت تختار أي من المحافظ التي تناسبك. محفظة تستخدم الأوراق المالية، محفظة تتكون من أصول، محفظة العائد متاعها مناسب، محفظة المخاطر متاعها غير مناسبة. فلهذا أنت حتسأل نفسك بعض الأسئلة. أول حاجة، ما هي المدة التي يريد الاستثمار فيها؟ أنت قداش المدة اللي أنت تستثمر فيها؟ وكل محفظة محددة بمدة زمنية معينة. ما هي درجة المخاطر التي تستطيع تحملها؟ فكل محفظة تحمل درجة مخاطر معينة. ما هو الهدف من الاستثمار؟ هل هو النمو؟ هل هو الأرباح؟ هل هو النمو والأرباح معا؟ في هل أهداف من الاستثمار تدخل في سياسة هذه المحفظة؟ ما هو نوع الأوراق التي تناسب معه مع هذا؟ فإيش الأوراق اللي أنت بتشتريها؟ أسهم أو سندات أو معا، أو محافظ على سياسة التنمية، أو تبي تستثمر في نوع معين؟ هذه أشياء ترجع لك. فبهذه فلابد من عند اختيار المحفظة أن يسأل المستثمر نفسه هذه الأسئلة في تحديد أو اختيار المحفظة اللي هو تتناسب معه. فعموما أنت كمستثمر تريد الاستثمار في هذه المحفظة أو في تريد الاستثمار في سوق الأوراق المالية عن طريق محفظة الاستثمار، فيجب أن تراعي العوامل التالية. هي أنك واحد، العائد على الاستثمار، هل يرغب في عائد دوري أو نمو رأس مالي أو الاثنين معا زي ما قلنا. ب، درجة المخاطرة المقبولة تتحدد وفقا شنو العائد الذي يرغب المستثمر فيه. معناها كل ما زاد، نعرف احنا كل ما يزيد العائد شنو يزيد المخاطر معه. فأنت العائد اللي ترغب فيه يقابل شنو المخاطر، فهل المخاطر هذه فأنت حتحدد العائد متاعك بما يتناسب مع المخاطر اللي أنت تقدر تتحملها. جي، أتعاب ومصروفات الإدارة. تختلف هذه المصروفات من صندوق لآخر، كلما زادت هذه المصروفات كلما أدى ذلك إلى انخفاض شيء صافي الربح الصندوق. فلهذا أنت المصروفات حتطرح من صافي الربح الصندوق. ده نوع النشاط الاستثماري للصندوق، حيث أن هناك زي ما قلنا صناديق تكتفي في الاستثمار في الأوراق المالية، وصناديق تعمل في التجارة في عملات مختلفة في السوق النقد وفي العقارات. فلهذا أنت حتختار صندوق يتناسب مع النشاط اللي أنت ترغب تستثمر فيه، هل أوراق مالية أو زي ما قلنا صندوق تعمل فيه التجارة في سوق النقد وفي العقارات وفي مشاريع مختلفة. أربعة ولا خمسة، ها، درجة السيولة تختلف في مختلف نوع الصندوق، هل هو مفتوح أو مغلق. حيث أنه صندوق المفتوح عشان تتميز بدرجة سيولة عالية، لأن المستثمر يستطيع أن يستبدل أمواله من الصندوق في أي وقت. هذا ميزة الصندوق المفتوح، أنك أنت لما تستثمر في أسهم أو سندات أو أي شيء سواء كان عقارية أو سوق نقد، وكان الصندوق هذا كان نوعه أو سياسته أنه صندوق مفتوح، فأنت بأي طارئ تستطيع أن تسترد هذه الأموال في أي وقت، بعكس صندوق المغلق التي لا تسترد وثائقها بل تباع في البورصة. من صندوق المغلق الوثائق متاعها ما يقدرش يعطيك صندوق بشكل فوري هذه الأموال إلا بعد بيع هذه الوثيقة اللي هي وثيقتك أنت، وثيقة اللي أنت مشارك بها في هذا الصندوق في البورصة، ويتم شرائها من أحد المستثمرين. وسعر الوثيقة عند الاسترداد، فكلما كان السعر عند الاسترداد أكبر من سعر الإصدار كلما كان ذلك أفضل مستثمر. فهذا سعر الوثيقة، أنت مثلا أنت شاركت في الصندوق هذا ب100 دولار، وعند استرداد هذه الوثيقة
فأنت قمت ب وعرضتها في السوق مثلا ب 150 دولار، أكيد بيكون أفضل للمستثمر عند سعر الوثيقة، عند سعر بيع الوثيقة عند الاسترداد. نجول للسياسات المتبعة في إدارة المحفظة. سيتم سياسة الاستثمار في هي السياسة التي تحدد خطط تخصيص الأصول طويلة الأجل التي تتضمن تحديد أنواع الأصول في المحفظة ونسبة كل أصل، وتحديد أيضا مستوى المخاطر المقبولة لتحديد العائد المعين تمثل أهداف الصندوق. دي ما نقوله سياسة المحفظة، سياسة المحفظة، سياسة المحفظة. سياسة المحفظة شن هي؟ هي سياسة المحفظة هي الأصول اللي تتكون منها المحفظة والمستوى المخاطر ومستوى العوائد اللي تحصل عليها المحفظة. هذه هي سياسة المحفظة بشكل مختصر. في هذا انت لما تجيب تختار المحفظة في سوق الأوراق المالية وتبي تستثمر فيها نقودك، أول حاجة حتشوف مشيت تتكون هذه المحفظة ونسبة المخاطر اللي تتحملها هذه المحفظة والعوائد اللي تتحملها والعوائد اللي تحققها هذه المحفظة بما يتناسب مع إمكانية تحمل المخاطر والعائد اللي أنت تريد الحصول عليه ونوع الوصول اللي أنت تبي تستثمر فيها أو نوع الأوراق المالية اللي أنت تبي تستثمر فيها. إن العناصر الأساسية للسياسة تتمثل فيها الآتي: عندك واحد، السياسة هي وسيلة أو الأداة التي تستخدم لتحقيق العائد المطلوب ومستويات المخاطر التي يمكن تحملها من أجل تحقيق هذا العائد زي ما قلنا. عندك اثنين، اشترطت السياسة تقييم أداء الصندوق بشكل مستمر لمعرفة الأوراق المالية التي ينبغي الاستثمار فيها المحفظة زي ما قلنا، التقييم والمتابعة، وذلك وتلك التي ينبغي التخلص منها، معناها اللي ما تمشيش مع سياسة المحفظة وما تمشيش مع المستوى تحمله للمخاطر والعوائد التي تريد تحقيقها، وهذا يشير إلى التوقيت السوقي. النقطة الثالثة، تحديد سياسة الاستثمار نسبة ما يستثمر فيه كل أصل من الأصول المكونة للمحفظة. تخصيص الأموال، معناها تخصيص الأموال للأوراق المالية، تخصيص الأموال للسندات، ونسبة كل أصل من هذه الأصول بحيث أن تكون أنت بتخصيص، بيقوم مدير المحفظة بتخصيص نسبة هذه هي الأموال التي تريد استثمارها في هذه الأصول. لهذا شنو تتبع سياسات هذه المحفظة، فلهذا أنت شنو تبي تشوف المخاطر والعوائد تحقيق هذه المحفظة، بتشوف المتابعة والتقييم لهذه المحفظة، وبتشوف ما أنت تبي تستخدم فيه، بتستثمر فيه مثلا في الأسهم أو تبي تستثمر فيها سندات، حتشوف قداش الأموال المخصصة في المحفظة هذه للأسهم وقداش الأموال المخصصة في المحفظة هذه للسندات وباقي الأصول اللي تستثمر فيها هذه المحفظة. ومما لا شك فيه أن النوع أو نمط السياسة التي يتبناها مدير المحفظة في إدارة المحفظة ستؤثر حتما في تشكيل أدواتها والسياسات المتعارف عليها في مجال إدارة المحفظة. ثلاثة أنواع، وهذه السياسات تتم حسب أهداف المستثمر ونوع المحفظة زي ما قلنا. عند السياسة الأولى حنتعرف عليهم سياسة المخاطر أو الهجومية، وهذا اللي يستثمر فيها من هو المستثمر المخاطر أو المستثمر الهجومي المندفع، ويتبناه مدير المحفظة المضارب الذي يفضل عنصر العائد في عن عنصر المخاطرة، معناه أنه هو ينظر للعائد وما أي يعطيش أي أهمية للمخاطرة، فيركز أهدافه على تحقيق أرباح رأس مالية يحققها بالفعل. التقلبات التي تحدث في الأسعار السوقية لأدوات الاستثمار التي تكون من المحفظة، والمحفظة المثلى الملائمة لهذه السياسة هي ما يعرف بمحفظة رأس المال. فأنت عندما تكون مضارب أو مستثمر مضارب ويهمك الربح الرأسمالي وتقدر تتحمل أي مخاطرة، فبهذا أنت حتتوجه للمحفظة التي يعرف بالمحفظة رأس المال، والتي يكون هدف مديرها تحقيق عائد رأس مالي، وذلك عن طريق نمو الحدث في قيم الأدوات. والمحفظة كهذه تقوم قاعدتها الأساسية على رأس المال، على الأسهم العادية بنسبة 80% إلى 90% من رأس مال المحفظة. لهذا لأن الأسهم مخاطرتها عالية والعوائد متاعها مرتفعة، ما تكونش مخاطرتها عالية دي ما قصدي إن هي معرضة للمخاطر بنسبة كبيرة، لكن العوائد متاعها مرتفعة جدا، وبالتالي تلجأ المحفظة
رأس المال أو المحفظة الرأسمالية إلى الاستثمار في هذه الأسهم أو إلى الاستثمار في نوع من الأوراق المالية وهو الأسهم. ويلجأ مدير المحفظة التي يتبنى هذه السياسة في الوقت التي تظهر به مؤشرات انتعاش الاقتصاد المحتمل، وذلك عن طريق شراء أدوات استثمارية مثل الأسهم وتدني السعر، وذلك في انتظار ارتفاع أسعارها في الفترة اللاحقة، مما يوفر فرص لتحقيق أرباح رأسمالية. وهذا شو بتكون سياسته؟ إنه هو بينظر للأسهم اللي منخفضة حاليا، وعن طريق إنه هو قام بتحليل السوق وتحليل الاقتصاد، والمؤشرات دلت إن في انتعاش للاقتصاد محتملة زي ما يحدث حاليا. فالسوق بعد زي ما نقول احنا في أزمة الكورونا حاليا، بعد أن قام ظهر مثلا اللقاح وظهرت أكثر من دولة بلقاح معين، شعر السوق وشعر الاقتصاد بنوع من الانتعاش، في هذا في انتعاش محتمل زي ما حدث في البيتكوين في ارتفاع. فهناك كثير من المستثمرين فعلا قاموا بشراء مثلا عملات بيتكوين، وحدث ارتفاع فعلا وصلت إلى 19,000 دولار في سعر السوق. فلهذا أغلبية المستثمرين المخاطرين أو الهجوميين والمحافظ الرأسمالية قامت بشراء هذا النوع من الأسهم لتحقيق وحقق فعلا أرباح رأسمالية عالية. من سياسة المتحفظ أو المحافظة أو الدفاعية، فهي سياسة يتبناها من المدير المحفظة المتحفظ جدا تجاه عنصر المخاطر، وبذلك يعطي أولوية لعنصر الأمان على حسب عنصر العائد. في العادة تكون هذه المحافظ الأسهم اللي فيها والأوراق المالية اللي فيها ما تتغيرش بفترة زمنية طويلة، تلقاها نفس الأوراق المالية قاعدة تداول فيها، محصلين مثلا شركة عائداتها اوكي نقولوا مستوى معين من العائد في ظل مستوى معين من المخاطر، وتتميز بالثبات وتتميز بالأمان. فتلقى ان هذه المحفظة مركزة على هذه الشركة وشارية الأسهم متاعها ومتحفظة عليها وتاخذ في نسبة من الأرباح فقط. فيركز اهتمامها على أدوات استثمارية ذات الدخل الثابت زي ما قلنا، ويطلق على هذا النوع من المحافظ الاستثمارية مصطلح محفظة الدخل، لأنها تؤمن ثبات واستمرارية الحصول على الدخل كأنك تاخذ في معاش مع الاستمرار في الثبات. وأفضل أدوات استثمارية لهذه السياسة هي شني؟ الأسهم الممتازة والسندات. جيل ثلاثة، السياسة المتوازنة الهجومية الدفاعية. تعتبر شني هذه السياسة وسط بين نوعين سابقين زي ما نقولوا، فيها هجوم وفيها تحفظ. فيتبناها مدير محفظه التي يريد تحقيق استقرار نسبي في المحفظه ويؤمن له عوائد مثلا نقول معقوله، مقبول مستويات معقوله، ويقبل في مستوى معقول من المخاطر، وبذلك يوزعون راس مال المحفظه على ادوات استثماريه متنوعه بكيفيه تحقيق المحفظه دخل ثابت مع ارباح راس ماليه. قال هذا شنو؟ يشري تلقى شويه من الاسهم، ويشري شويه من الاسهم الممتازه، ويشري شويه من الاسهم العاديه عاليه المخاطر، ويشري شويه من السندات متنوع. في نفس الوقت اذا حدث ارتفاع في الاسهم العاديه التي قام بشرائها فيحصل على شنو؟ يحصل على عوائد عاليه، واذا في حاله ان حدث اي مشكله في الاسهم العاديه فانه يحصل على دخل ثابت من الاسهم الممتازه والسندات. وتتميز هذه السياسات بجمع بين الهجوم والدفاع زي ما قلنا في أي بين المتحفظ والمخاطر، أي قاعدة سياسية مؤامة بين السيولة والربحية والأمان، لهذا تجمع الاثنين معا قلنا. جو حاليا لأسئلة لهذه المحاضرة. عندنا مثلا عندنا السؤال الأول، اذكر مراحل تكوين إدارة المحفظة. المرحلة الأولى عندنا أول حاجة تخطيط المحفظة. شو نصير في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة تحدد الأهداف اللي أنت بتحققها وصياغة السياسة اللي بيتبعها الاستثمار في المحفظة، ومثلا وتحديد المزيج المعياري مثلا للأصول بما يشمله من معدل العائد على المطلوب تحقيقه،
والمخاطر المسموح بها لهذا المزيز، وحجم الأموال المخصصة للاستثمار في الأوراق المالية. هذا باختصار تبوا تكتبوا تخطيط، هذا باختصار المرحلة الأولى اللي هي تخطيط المحفظة. المرحلة الثانية تحليل الاستثمارات. يتم في هذه المرحلة زي ما قلنا تحديد نوعين من عندنا نوعين من التحليلات، اللي هو التحليل الأساسي والتحليل الفني. عندنا التحليل الأساسي شنو هو؟ تحليل الظروف الاقتصادية للعالم أو للدولة اللي يتم فيها الاستثمار، وتحليل ظروف القطاع اللي أنت تبي تستثمر فيه، وتحليل ظروف الشركة نفسها اللي أنت تبي تشتري منها هذا من الأسهم أو أنت تبي تستثمر فيها، وبهدف شنو؟ أول حاجة تنمية الأرباح في ظل درجة قلنا منخفضة من المخاطر طبعا، ومعدل العائد مطلوب اللي أنت يتماشى مع سياسة المحفظة اللي أنت مستثمر فيها. نجول للتحليل الفني، وهو شنو؟ هو استخدام الرسوم البيانية مثل نتيجة الشبوع اليمنية، وتستخدم هذه شنو؟ لمعرفة أو لاتخاذ قرار الشراء والبيع. زي ما قلنا إن في حالة تحول مثلا السوق من هبوط إلى صعود، تقوم باتخاذ قرارات الشراء، وفي حالة اتخاذ قرارات البيع قلنا العكس اللي هو تحول من صعود إلى هبوط في السوق، وهذا يرجع إلى اتخاذ القرار في الوقت المناسب للاستثمار. جول المرحلة الثالثة تكوين المحفظة فعليا. خلاص بعد ما حللت فني وحللت أساسي، الآن علينا نقوم بتكوين المحفظة وتحديد المزيج الاستثماري من الأوراق المالية التي تتضمنها هذه المحفظة على ضوء نتائج تحليل المعلومات التي تم القيام بها قلنا في المرحلتين السابقتين اللي تحدثنا عليهم اليوم، التحليل الأساسي والتحليل الفني، وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالي، إلى جانب قلنا شنو؟ تخصيص أموال للأصول، وتحديد نسبة أموال قلنا مستثمرة في كل نوع من الأصول في سبيل شنو؟ توصيل إلى شنو؟ إلى الأوزان النسبي الأمثل التي تحدد أفضل تشكيلة من الأصول على حسب نوعية المحفظة. مثلا إذا كانت محفظة استثمارية في استثمارها في الأوراق المالية، أو محفظة استثمارية في سوق النقد أو العقارات، والاستثمار في المشاريع الصناعية أو الزراعية وغيرها من المحافظ الاستثمارية. قلنا والمحفظة المحافظة النمو، زي ما قلنا محفظة دخل محفظة نمو مختلطة بين الدخل والنمو، وتم ذلك وفقا لشني؟ لتقديرات العائد والمخاطر والتغيرات في أنواع الأصول للأخذ في الحسبان شني؟ المتابعة المستمرة، زي ما قلنا المتابعة المستمرة لتقلبات السوق وتحديث السوق، أو البعد الزمني إذا كنت لاني بشني نحتفظ بهذه الأوراق لاتخاذ قرارات الشراء والبيع المناسبة في الأوقات المناسبة، وما إلى ذلك من التكوين من محفظة الأوراق المالية. فلهذا لما نجي نكون محفظة الأوراق المالية بعد التحليل الأساسي والفني، نوزع الأموال المخصصة لكل نوع من الأصول اللي نبي نستثمر فيها قلنا، وتقدر تقول التنويع في هذه المحفظة لتقليل المخاطر. وبهذا تكون قد ذكرنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. نجو آخر حاجة للمرحلة الرابعة اللي هي شنية؟ تقييم ومتابعة المحفظة. قلنا تتم تقييم ومتابعة المحفظة بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هذه الأوراق المالية التي تم شراؤها تتماشى مع الأهداف والعائد المطلوب والمخاطر التي تستطيع أن تتحملها هذه المحفظة، أو نقوم ببيع هذه الأوراق المالية واستبدالها بأوراق أخرى تكون متماشية ومناسبة مع هذه المحفظة التي نريد الاستثمار بها. هذا بشكل مختصر إجابة سؤال
مراحل تكوين إدارة المحفظة. نزول السؤال الثاني، هي ما هي العناصر السياسيات المتبعة في إدارة المحافظ؟ زي ما قلنا إن لإدارة المحافظ سياسات متبعة يجب على المدير المحفظة اتباعها. نجول السياسة الأولى، نجول السياسة الأولى وهي شنو؟ السياسة هي وسيلة أو أداة التي تستخدم لتحقيق العائد المطلوب والمستويات المخاطر التي يمكن تحملها من أجل تحقيق ذلك العائد. في هذا من سياسات المحفظة عندك أول سياسة اللي هي شنو؟ تحدد العائد المطلوب والمخاطر اللي أنت تقدر تتحملها وتكون واضحة السياسات هذه في المحفظة. فالمستثمر الذي يريد الاستثمار في هذه المحفظة يرى إذا كان العائد المطلوب يتناسب مع مستوى المخاطر، يتناسب مع مستوى يكون مناسب للمستوى أو المركز المالي له يقدر يتحمله هو، فهنا تكون هذه المحفظة مناسبة له من ناحية السياسة العائد المطلوب والمخاطر. اثنين، اشترط سياسة تقييم أداء الصندوق بشكل مستمر لمعرفة الأوراق المالية التي ينبغي استثمارها في المحفظة وتلك التي ينبغي التخلص منها، وهذا يشير إلى التوقيت السوقي. فلهذا شنو؟ عندنا التقييم والمتابعة لسياسة المحفظة من ناحية الأوراق التي تتناسب مع العائد المطلوب والمستوى مخاطرها يتناسب مع سياسة المحفظة. فلهذا نجي شرط أساسي وهو شنو؟ هو تقييم أداء الصندوق. نجول للشرط الثالث اللي هو شنو؟ أو السياسة الثالثة شنية؟ تحدد السياسة الاستثمارية نسبة ما يستثمر في كل أصل من أصول مكونة للمحفظة، بين قوسين تخصيص الأموال. فلهذا من سياسات المحفظة أنها شنو؟ تخصص مبلغ معين من الأموال لكل أصل من الأصول التي تريد الاستثمار فيها. هذه هي العناصر الأساسية المتبعة في إدارة المحفظة. شو السؤال الثالث اللي هو هناك ثلاثة أنواع أو ثلاثة سياسات حسب هدف المستثمر في اختيار المحفظة الكرة. يعني شو معنى السؤال؟ هناك ثلاثة أنواع من المحافظ حسب رغبة التي يرغب بها المستثمر أو حسب قدرة والنشاط الذي يستطيع أو يريد أن يستثمر فيه هذا المستثمر. عندك أول نقطة اللي هي سياسة المخاطرة أو الهجومية. طبعا يتبنى المدير المحفظة هذه السياسة من هو المحفظ مدير المحفظة المضارب الذي يفضل شني عنصر المخاطرة، فيركز هذا المدير على شني؟ على تحقيق الأرباح الرأسمالية ويحققها بفعل شني؟ التقلبات التي تحدث في أسعار السوق لأدوات الاستثمار التي تكون منها المحفظة. ويلجأ المدير المحفظة الذي تبنى هذه السياسة في الوقت الذي تظهر به مؤشرات انتعاش الاقتصاد محتمل، لذلك بعد دراسة السوق يقوم بعد دراسة السوق يقوم بشراء هذه الأسهم وشراء الأسهم قبل انتعاش السوق ليقوم ببيعها لاحقا عند انتعاش السوق وارتفاع سعر هذه الأسهم. جول النقطة الثانية اللي هي السياسة المتحفظ أو الدفاعي، وهي السياسة من يتبناها مدير المحفظة المتحفظ جدا تجاه عنصر المخاطرة، وذلك يعطي أولوية لعنصر الأمان على حسب عنصر العائد. ونجو للنقطة الثالثة اللي هي السياسة المتوازنة، يعني بين هجومية ودفاعية. تعتبر هذه السياسة وصلت بين نوعين سابقين، يعني مدموجة بين نوعين سابقين، تبناها مدير المحفظة الذي يريد تحقيق استقرار نسبي في المحفظة يؤمن له تحقيق عائد معقول وقبول مستويات معقولة من المخاطر، وذلك يوزع رأس المال على شنو؟ على تحقيق يوازن بين تحقيق دخل ثابت وتحقيق أرباح رأس مالية، وذلك تجد أنه يكون بالخلط بين الأوراق المالية، يأخذ أسهم ويأخذ سندات
وازن بين الدخل الثابت والأرباح الرأسمالية.